أهلا بكم من جديد. المواجهة دي هتكون قراءة في عدد من الملفات والقضايا المهمة سواء كان محليا أو إقليميا، مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل. أستاذ عبد الحليم، مساء الخير وأهلا بك في المواجهة. مساء النور. أهلا وسهلا. في البداية عايزين نعرف أهم مشاهداتك أستاذ عبد الحليم خلال فعاليات زيارة الرئيس السيسي النهاردة للسودان، وأهم الرسائل من الرئيس السيسي والمسؤولين أيضا في السودان الشقيق اللي توقفت أمامها. يعني كما هو معروف، يعني هذه زيارة هامة جدا، جرى التدرج في الذهاب إليها. يعني في الفترة الأخيرة، حتى في الشهور الأخيرة، هناك اتصالات مكثفة يعني بين مصر والسودان. السيد عبد الفتاح البرهان زار مصر أكثر من مرة، السيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري زار السودان، وزيرة الصحة زارت السودان أكثر من مرة. التعاون في تقديم معونات مستحقة من مصر لشقيقتها السودان جرت كثيرا في فترات متعددة، سواء عون صحي أو عون متعلق بالفيضان الذي اجتاح العديد من مدن السودان في العام الماضي. في الفترة الأخيرة طبعا كما نعرف السيدة مريم الصادق زارت مصر بصفتها وزير الخارجية الجديدة، واستقبلها وزير الخارجية المصري بالطبع كناظرها، واستقبلها رئيس الجمهورية، وفي الفترة الأخيرة أيضا زار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد السودان، والتقى نظيره السوداني رئيس أركان الجيش السوداني، ووقع اتفاقية شاملة للتعاون العسكري وترتيب المناورات. طبعا حضرتك ذكرتي على سبيل المثال مناورة نسور النيل، المتصور في الفترة القادمة أن سوف يجري تكثيف المناورات بكافة الأسلحة. أيضا فزيارة الرئيس في هذا السياق بدت كقمة هرم في توثيق العلاقات المصرية السودانية الجديدة. لماذا أقول جديدة؟ لأنه بين مصر والسودان علاقة ارتباط خاصة جدا منذ فتحات محمد علي في أوائل القرن التاسع عشر، إلى قرار الرئيس عبد الناصر في أواسط القرن العشرين بمنح السودان حق تقرير المصير. فالأشقاء النيل أو شقيق النيل مصر والسودان ظل دائما على علاقة ارتباط خاصة جدا. طبعا تخللتها محاولات لصنع صور سلبية عن مصر في السودان أو عن السودان في مصر، بلغت ذروتها السيئة في 30 سنة من حكم الإخوان، اللي هو حكم تراب البشير ثم البشير منفردا بعد وفاة الترابي وقبلها الخلاف معه. في الفترة الأخيرة طبعا السودان بيشهد مرحلة انتقالية بعد ثورة ديسمبر، هناك ترتيبات تجري لإعادة بناء السودان ووقف حروبه الأهلية الداخلية التي أرهقته يعني وأسقطت من أبنائه عشرات الآلاف، ربما ما هو أكثر مئات الآلاف. أيضا السودان بدا لفترة طويلة جدا مهددا في وحدته الترابية بسبب اتساع مساحته وضعف جهاز الدولة من جهة أخرى. في هذا السياق طبعا جرت طوال الفترات التي مرت بها مصر بالذات مع موازاة للتحولات التي جرت في مصر، كنا نشهد صعودا وهبوطا في مجرى العلاقات المصرية السودانية. يعني هناك قول شهير انه النيل يجري شمالا والسياسة تتدفق جنوبا. فهذه المعادلة توقفت لفترات طويلة جدا رغم اعلان مؤسم التكامل مصر السوداني في فترة، او اتفاق الحريات الاربع، حرية العمل والتجارة والتنقل والى اخره، لكن الحصاد كان ضئيلا جدا. طبعا زادته ضآلة ما جرى في فترة البشير من إغلاق كافة الارتباطات سواء في الري أو في التعليم التي تربط مصر بالسودان. جرى استعادة كثير من هذه المفقودات في الفترة الأخيرة، وطبعا من المعروف أن البلدين تتعرضان لتحديات مشتركة.
هذه التحديات طبعا كانت في قلب زيارة الرئيس السيسي للسودان اليوم. طيب كيف ينعكس التوافق بين قيادتي البلدين على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية ومحاربة الإرهاب وغيرها من القضايا؟ يعني زي ما حتى كنت بتقول من شوية لسه حالا أنه يعني في السابق ما كانش دايما بيبقى فيه هذا التوافق، الآن هناك توافق كبير، هتستفيد منه الدولتين إزاي في كافة الأصعدة أو على كافة الأصعدة؟ بين مصر والسودان الآن علاقة توافق مهم، يعني غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين ربما لأربعين سنة مضت. التوافق سياسي بمعنى رؤية مشتركة للتحديات في المنطقة، رؤية مشتركة أيضا للتحديات التي تواجه مصر والسودان بالذات المتصلة بسد النهضة والتأثير على تدفق النيل وعلى حقوق البلدين التاريخية في النيل. اعتقد انه كلنا نذكر انه من عام بالضبط او من عام تقريبا، يعني في نهايات مارس 2020 كانت الصورة مختلفة. يعني في وقتها جرى اتفاق واشنطن كما هو معروف وقعت عليه مصر بالحروف الابجدية، امتنعت اثيوبيا عن التوقيع وامتنعت السودان معها ايضا. الذي يراقب التطورات التي جرت خلال العام الاخير يلحظ التوافق المتزايد ربما الى حد التطابق في رؤية مصر والسودان، وهذا إنجاز مهم جدا فيما يلي من تطورات خاصة مع تهديدات الملء الثاني لسد النهضة وبكمية يعني تقريبا 3 أمثال الكمية التي جرى بها الملء الأول دون اتفاق ملزم على الملء والتشغيل الخاص بسد النهضة. كلمة الرئيس السيسي كانت حاسمة اليوم. لم يكتفي الرئيس السيسي بترديد عنوان الموقف المصري حول ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة تتوافق عليه الدول الثلاث مصر والسودان إضافة لأثيوبيا، إنما قال الكلمة الواضحة جدا، الملء الثاني يفترض أن يتم في يوليو المقبل، نحن على مسافة ثلاثة شهور ربما أقل. رئيس السيسي والسيد عبد الفتاح البرهان قال بوضوح أننا لن نقبل بفرض الأمر الواقع، بوضوح أننا لن نقبل بالملء الثاني المهدد للسودان أكثر من مصر. لن نقبل ببساطة يعني لن نقبل، يعني ليس تصريحا وإنما هي تلميح يشبه بطعم التصريح، تلميح بطعم التصريح عن أنه مصر والسودان بالتعاون العسكري المكثف في الفترة الأخيرة وبالمناورات المنتظرة وبالتهديدات شبه الحربية على حدود مصر والسودان حول منطقة الفشقة السودانية المقرب مقتضى اتفاق 1902 بين بريطانيا التي كانت تحتل وقتها مصر والسودان معا وبين مينليك الثاني امبراطور اثيوبيا في ذلك الوقت. الاتفاقية ببساطة محددة بوضوح حدود مصر حدود السودان مع اثيوبيا، ايضا الزمت اثيوبيا بألا تقيم اي منشآت على اعالي النيل الا باتفاق مسبق مع دول مصبة خاصة مصر. هذه هي ذات الاتفاقية، اتفاقية 1902، ولا يمكن لاثيوبيا بالذات ان تزعم انها اتفاقات زمن الاستعمار اذ انها كانت دولة مستقلة وقتها على العكس من حالة مصر والسودان وقتها. طبعا هذا هو العمود الفقري للارتباط المتزايد بين مصر والسودان، إضافة طبعا لارتباطات أخرى في مجالات مشتركة أشرتم إليها كاتفاق مد السكك الحديدية. طبعا من المعروف أنها ما يعيق مد السكك الحديدية هو تركة الاستعمار، يعني السكك الحديدية الواصلة إلى أقصى جنوب مصر المقاس المسافة بين القطبان مختلفة عن المسافة بين القطبان في السكك الحديدية بالسودان، رغم أن الطرف الذي أنشأهما واحد وهو بريطانيا. كان هذا مقصودا لمنع أي ارتباط لاحق بين مصر والسودان. بالطبع توجد حلول فنية لهذه المشكلة، فمشروع الربط السكك الحديدية مشروع جوهري، مشروع الربط الكهربائي أيضا من المعروف أن جرى الاتفاق في الفترة الأخيرة على رفع الربط الكهربائي من 80 ميجا وات إلى 300 ميجا وات، والسودان يحتاج إلى كل صور العون المصري في هذه اللحظة. أيضا
الاتفاقات التجارية، احنا بين مصر والسودان في الأصل اتفاقات اللي هي الاتفاقات الأربع، كل ما نحتاج إليه هو تفعيلها، يعني لا نحتاج إلى إنشاء اتفاقات جديدة في المجال الاقتصاد. معروف طبعا هناك روابط عميقة بين مصر والسودان، هناك ملايين من السودانيين في مصر يعيشون كغيرهم من المصريين، لا يحسون ولا يحس أحد من المصريين أنهم غرباء أو قادمون من بلد آخر. الفكرة الأساسية أنه نريد هذه المرة صنع تكامل بين مصر والسودان دون رفع شعارات، يكفي تنفيذ الاتفاقات السابقة، بالطبع ضبط حدود السودان والدفاع عنها، لأن السودان تخلص من فترة نظام كان داعما للإرهاب أو كان في قلبه، وطبعا بصرف النظر عن أي خلاف بلغت ذروة التناقضات وقت محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا، فيما تبين فيما بعد أن البشير كان مسؤولا عنه، واستخدمت هذه الواقعة بالذات من جانب إثيوبيا لإذلال البشير ومنع السودان من استعادة ولو شبر واحد من أخصب أراضي اللي هي منطقة الفشقة، فاستخدمت للإذلال وعقدت اتفاقات ثوري. بالطبع التحمت كل هذه الموارد الآن، ربما لم تكن هناك من لحظة أوضح في ارتباط مصير مصر والسودان من اللحظات القريبة التي نعيش. كل العالم يتساءل، حتى بعد تقديم السودان لاقتراحه الذي أيدته مصر بإشراك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي، وهو ما رفضته بما يسمى رباعية النيل، وهو ما رفضته أثيوبيا، وتتصور أنها تستطيع أن تواصل التزاكي والتلاعب، ولا تدري ببساطة أنه لم يعد لدينا غير وضع خط أحمر على منابع النيل كما وضعناه عند سرت والجفرة في ليبيا. طيب خلينا ننتقل لجولات رئيس الوزراء بقى المتواصلة أستاذ عبد الحليم في المحافظات، شايف إزاي أهمية ودلالة تلك الجولات ولأي مدى ده بيتماشى مع التوجيهات الرئاسية بالتواصل مع الناس ومعرفة مطالبهم؟ التواصل مع الناس ومعرفة مطالبهم هو مهم في كل الأوقات، وكان المسؤولون يتحدثون عن أهميته في كل عصر وفي كل عهد، لكن المهم هو التنفيذ طبعا. أي نظام أو أي حكومة عليها أن تتعلم حتى من أخطائها. التصحيح الأخير مثلا في قانون الشهر العقاري باستجابة الرئيس واستجابته الواسعة التي أغلقت الباب على كل الكلكعات التي كان يراد إضافتها، أو الاستمرار في كعب الداير وإرهاق الناس بتكلفة مضافة، درس مهم جدا. الرئيس تحدث عن أهمية الحوار المجتمعي. الحوار المجتمعي أو الحوار الاجتماعي شيء هام جدا، لأننا بصدد رغم ما كل ما يمكن أن يقال، إحنا بصدد رأي عام مصري ناشط، خاصة في المسائل الداخلية، لأن الحقيقة المسائل الداخلية والخارجية والإقليمية تبدو مدارة على نحو مفكر به جيدا، فيما لا تبدو بعض الممارسات الداخلية كذلك. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي زار اليوم المنوفية في افتتاح المستشفى التعليمي الجديد، أو بالدقة في افتتاح مبنى الاستقبال والطوارئ الضخم في المستشفى التعليمي بشبين الكوم، وأكد رئيس الوزراء على أنه لابد من تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. رئيس الجمهورية سبق أن قال أنه بتقصير مدة نشر مشروع التأمين الصحي الشامل من 15 سنة إلى 10 سنوات، كنا طبعا نتمنى أن يكون التخفيض إلى النصف، لكن ما جرى أمر مهم جدا، لأنه من دروس كورونا وغير كورونا ضرورة مراجعة كفاءة النظم الصحية في البلدان المختلفة بما فيها مصر بالطبع. الفكرة الأساسية في إدارة حوار مجتمعي أن هناك مشروعات ضخمة جدا في البلد. المشروعات الضخمة دارت وكلنا نعرفها، أولا في المحيط الخارجي لمصر المعمورة، اللي هو فكرة إنشاء مدن جديدة وشبكة الطرق ومحطات الطاقة وإلى آخره، عمل هائل جدا تكلف تريليونات الجنيهات. في الفترة الأخيرة هناك دخول على الدلتا
على 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 الكتلة السكنية الأساسية اللي هي حول النيل، يعني حيث يوجد الناس بكثافة شديدة جدا وبمشاكل تقدمت عليها العهود والعقود. منها مثلا مشروع سكن لكل المصريين اللي هو فكرته الأساسية أن المحافظات غير ذات الظهير الصحراوي مطلوب إنشاء تجمعات سكنية داخلها في عواصمها على الأقل. أنا أتصور أنه وأضرب هنا مثالا بالمنصورة ربما لمعرفتي بها أكثر لكوني من أبنائها، بدأ في المنصورة بالفعل إنشاء أو اختيار أماكن لإنشاء التجمعات السكنية داخل المدينة، والمنصورة كما هو معروف ثالث أكبر مدينة في هذا البلد بعد القاهرة والإسكندرية، وهي مدينة مختنقة جدا، ومن المعروف طبعا أنها دائما ما كانت تسمى عروس النيل. في اختيارات الأماكن لإقامة التجمعات السكنية جرى اختيار أماكن في محلها، يعني كمنطقة المحلج أو منطقة الفرنساوي أو منطقة التلاجة أو منطقة أرض طلخة إلى آخره، لكن يجري للأسف اختيار أماكن مطلة على النيل تدمر فكرة المساحات الخضراء في هذه المدينة البالغة الأهمية، يعني كحدائق الهابيلاند أو صباح الخير يا مصر أو شجرة الدر، ناهيكي عن إغلاق حديقة الحيوان قبل عقود بالمنصورة. أنا أتصور وأرجو سيد رئيس الوزراء ومسؤوليته عن الوزراء والمحافظين أنه مهم جدا التطوير ومهم فك الاختناقات المرورية، لكن مهم جدا الحوار مع الناس، حوار مع الناس والاستجابة لألم الناس وغضب الناس وآراء الناس صارت عنصرا جوهريا. أكيد لا يكفي فقط فتح وسائل الإعلام وهو مطلوب، لكن الاستماع لصوت الناس، إنما أيضا مطلوب إدارة حوار مع الناس. يعني أنا لا أريد التوسع في هذا الموضوع، بس أشير فقط لمثلا مسألة هدم قصر الثقافة لإقامة عمارة سكنية. يعني إيه؟ أو إنه أو إغلاق الحدائق أو استمرار اعتماد المنصورة على سبيل المثال على شريان مروري رئيسي هو كورنيش النيل والممشى اللي هو أقيم على حافة النيل الذي يريد البعض إقامة محلات تجارية لإغلاق. لا، البلد فيها ناس وفيها لابد من مراعاة الاعتبارات البيئية واعتبارات توافر المساحات الخضراء. تمام. وليس إنهاء المساحات الخضراء لصالح خوازيق الأسمنت. تمام. طب يعني إزاي زيارات رئيس الوزراء بتساهم في تسريع العمل في المشروعات القومية والتنموية يا أستاذ عبد الحليم كمان؟ أستاذ ريهام، نحن دولة مركزية من قديم التاريخ، وبالطبع نتحدث كثيرا عن فكرة الحكم اللامركزي أو تطوير المحليات أو إلى آخره عبر عشرات السنين. لا يزال إلى الآن فكرة المركز، يعني فكرة الرئيس وطبعا ومن يليه كرئيس الوزراء، مهمة جدا في حل الاختناقات والمشكلات. طبعا لا أريد أن أحمل لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء مشكلة كل شيء في هذا البلد. كل المطلوب أن تنفتح مجاري الحوار حول هذه المشروعات. لا أقول أن الحوار يجب أن يفتح حول إنشاء هذه المشروعات من عدمه، يعني حول أفضل طريقة. أنا ما أعرفه عن خطة سكن لكل المصريين حين أعلنت، وهو مشروع طموح جدا موازن لمشروع تطوير الريف، يعني ده مشروع مدن وده مشروع ريف، إنه الاعتناء بالمحاور المرورية الجديدة وبالطرق الداخلية في المحافظة، القليلة التي كنت أتحدث عنها وهي قلب الدلتا، طرقها الداخلية، الطرق الواصلة إليها جرى عليها تطوير هائل جدا، إنما الطرقها الداخلية لا زالت يعني كما هي. فنحن نريد أن يكون الناس شركاء على الأقل في إبداء وجهات نظر حول هذه المشروعات، ولأن ده مهم جدا في الحفاظ على هذه المشروعات حين تتم، وهذا أمر أسلم كثيرا من أن نترك الأمور تتراكم لتشكل صورا من الاحتقان الاجتماعي غير المطلوب. كان يمكن تجاوز يعني احتقانات جماعية اجتماعية كثيرة بل وأزمات لو جرى إدراج أهمية رأي الناس وصوت الناس وغضب الناس وألم الناس في المشروعات، خاصة كما قلت في فرق هائل بين أن تقيم مشروعات في الصحراء، وهذا عمل طليعي عبقري جدا،
لكن أن تقيم مشروعات في قلب الناس كمان هؤلاء الناس يعني شركاء في طبعاً. هذه المشروعات ومن حقهم أن يبدوا آرائهم ووجهات نظرهم ومن حقهم أن يستمع إليه بدلا من طريقة هو كده وخلاص. لا، ما طريقة هو كده وخلاص ما تنفعش في هذا الكلام. صحيح، يجب أن يتوقف المعنيين عن طريقة هو كده وخلاص. في مصر، في بلد، الدولة ليست مجرد حكومة، الدولة حكومة زائد أرض زائد شعب، الشعب هو الركن الركين في الدولة. ومن هنا احنا نلحظ ان سياستنا في الخارج بما فيها سياستنا التي كنت حد على في السودان محكمة جدا لانه مفكر بها من قبل الجهات بعينها، انما هتحدث عن مشروعات في الداخل يجب ادراج المعنيين من الناس، لان ده كمان هو الذي ينقل للناس الحس بوجود انجازات بدلا من ان نجعل دائما بعض المشروعات في خصام او في عداء مع الناس. هذا ليس مفيدا لهذا البلد، هو مفيد لاعدائه او المتربصين به او مطلق الشائعات بانتظام في حرب نفسيه متصله. طب خلينا ننتقل بقى لتونس يا استاذ عبد الحليم. وفي تصعيد جديد اعتبر رئيس الحكومه التونسيه هشام المشيشي ان ربط رئيس الجمهوريه قيس سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديم استقالته هو كلام لا معنى له، وقال ان استقالته غير مطروحه. تقرا التصريحات دي ازاي؟ يعني انا اظن ان هذه التصريحات نابعه من محاولات حركة النهضة وراشد الغنوشي زي ما بنقول في العامية المصرية لتقوية قلب هشام المشيشي. يعني هشام المشيشي ليس منتميا للحزب، وهو رجل تكنوقراط موروث من أيام بن علي، فهو موظف. لا يمكن يعني محاولة النهضة أو الغنوشي أو الإخوان في تونس من وراء استخدام المشيشي ضد الرئيس قيس سعيد، هذا هو جوهر المعادلة السياسية. فكرة الحوار الذي دعا للحوار هو الاتحاد التونسي العام للشغل، هو أكبر منظمة اجتماعية في تونس. اتحاد الشغل قال بوضوح أن حركة النهضة أو الإخوان أو الغنوشي هم المسؤولون عن أزمة تونس. بالمقابل الإخوان أقاموا استعراضا للعضلات في قلب شوارع العاصمة، جهزوا له على مدى أسابيع طويلة جدا وأنفقوا عليه مئات الملايين من الدينارات التونسية. هذا كلام لا يلغي الحقائق. ما هي الحقائق؟ الحقائق على النحو التالي: أن النظام السياسي الذي خلقه دستور ما بعد الثورة يبدو عظيم الارتباك، لأنه آخر انتخابات في 2019 يعني أنتجت مفارقة عجيبة جدا في الوضع السياسي في تونس. رئيس مؤيد شعبيا إلى أبعد مدى بملايين الناس، هو الوحيد الذي يمكن أن يقال أن لديه قاعدة شعبية واسعة غالبة، وأحزاب بالمقابل شكلت برلمانا معلقا لا قيمة له ولا إمكانية لإنجاز، وبالطبع لا توجد محكمة دستورية بين الطرفين لكي تحكم فيما اشتجر من خلاف دستوري بعد إقدام هشام المشيشي في الفترة الأخيرة على تعديل وزاري، ثم إقدامه نكاية في الرئيس على إعفاء خمسة وزراء يقال أنهم مقربون من الرئيس. ففكرة هذا التحدي الذي يندفع إليه هشام المشيشي هو بيستمده، تقصد هو بيستمده من دعم حركة النهضة له يا أستاذ عبد الحليم؟ إذن بالضبط، حركة النهضة تدفعه، مش بيستمده، تدفعه دفعا إلى تحدي الرئيس. وطبعا لا يوجد حل قريب يعني في الأزمة السياسية التونسية بدون استقالة هشام المشيشي، لأنه لو أخذنا حتى الأمر على المستوى الأخلاقي الذي رشح هشام المشيشي والسيد رئيس الجمهورية، حين يقول رئيس الجمهورية أنه الأزمة معه بلغت الحافة، عليه على الأقل أن يخلي مكانه. لكن هذا النقاش وهذا الصراع يدور في إطار أوسع من أزمة سياسية من جهة، عنوانها أن حركة النهضة التي يعني تملك فقط 53 عضوا في البرلمان المكون من 217 عضوا تتصور أنها حزب الأغلبية،
وهي ليست حزبا لأغلبية بأي معنى، وهي لا تستطيع إنشاء المحكمة الدستورية الفصل بين الخلافات الدستورية، لأن المحكمة الدستورية تتطلب 144 صوتا من أعضاء البرلمان، أي نسبة الثلثين. وفي نفس الوقت الكثيرون في البرلمان من الأحزاب الأخرى، حركة الشعب النصرية أو التيار الديمقراطي أو حتى الحزب الدستوري الحر ومن اتجاه آخر، كلهم يطالبون بسحب الثقة من الغنوشي. أيضا استفزاز حركة النهضة باستعراض العضلات الأخير تتصور أنه خير لها، بينما الحقيقة أنت دي حلاوة روح في تقديري، لأنها سوف تستفز سلسلة من الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات في تونس، عنوانها هذه المرة إزاحة الغنوشي كما كان عنوان ثورة 14 يناير 2011 إزاحة بن علي. في الخلفية يوجد تدهور اقتصادي واجتماعي رهيب في تونس، يزيد رقعة الفقر ويزيد من إظهار هشاشة الاقتصاد التونسي المعتمد أساسا على المعنى الريعي المتعلق بالسياحة التي توقفت تماما، إضافة لأنشطة إنتاجية قليلة أخرى. طيب بالجملة تونس كما قلت أكثر من مرة هتعيد السنة، هتعيد الثورة، لكن موشوع الإزاحة هذه المرة هو هيمنة الإخوان في صورة من يمكن تسميته مرشدا جديدا في تونس. فيعني شعار هذه المرة الشعب يريد إسقاط حكم المرشد الغني. هل هذا أن تتم هذه التطورات دورتها سوف تظل تونس في أوضاع لا تحسد عليها حافظها الله. هل من الممكن أن نقول إنه هذه الخلافات وهذه المخططات من قبل حركة النهضة من الممكن أن تشعل الفوضى في البلاد في الفترة القادمة، ولا الأمور حتى الآن نقدر نقول هي تحت السيطرة يا أستاذ عبد الحليم؟ لا، يعني هي تحت السيطرة ظاهرياً، لكن المعنى ببضوح كما حتى من التصريحات للتلميحات، رئيس الجمهورية هو يقول أنا الضامن للدولة، ورئيس البرلمان أو هو رئيس حركة النهضة الغنوشي يقول أننا نريد تحويل النظام إلى نظام برلماني صريح يكون فيه رئيس الجمهورية مجرد عنوان رمزي، يعني الاستقبالات بروتوكولية وإلى آخره. هذا الكلام الحقيقة لن يستقيم، لأنه الرئيس قيس سعيد لديه قاعدة شعبية واسعة جدا فيها بعض الأحزاب كالتي ذكرت، حركة الشعب أو التيار الديمقراطي أو غيره، لكن أهم من الأحزاب فيها القاعدة الشعبية السائلة جدا التي تصدق قيس سعيد ولا تصدق الغنوشي بالطبع، لأنه كما هي تجارب حكم الإخوان في أكثر من بلد، أنت ببساطة تصور جمهور من الناس أن الإخوان قد يصلحون بديلا وأنهم ناس بتوع ربنا إلى آخره، ثم عند التجربة يتبين أنهم ليسوا بديلا بل هم القرين الأسوأ من الأصل اللي هو حكم الفساد والاستبداد. رئيس قيس سعيد قالها بوضوح في أحد رسائله الأخيرة، قال أنا انتقلنا من حكم الحزب الواحد، يقصد حكم الحزب الدستوري حزب بن علي، إلى حكم الفساد الواحد، يعني فساد الجماعة الفاسدة الواحدة، وتحدث عن تدخل أجنبي. وبالطبع أصبحت الخصومة بينه وبين حركة النهضة صريحة قاطعة، والتحدي متصل بين هذين الطرفين في السياسة في البناء السياسي وفي الشارع. لذلك أتوقع أنه التطورات المتعلقة بسيادة وزيادة معدلات حركة الشارع في تونس سوف تتدفق في الفترة القليلة المقبلة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا. تمام، خلينا ننتقل بقى للبنان وحالة الغضب الشعبي اللبناني اللي ما زالت مستمرة من تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار الليرة لأدنى مستوياتها. شايف تداعيات الموقف ازاي هناك يا أستاذ عبد الحليم؟ يعني لبنان في الجحيم للأسف. هذا البلد الصغير الجميل ذهبت به المطامع والطائفية والفساد والخذلان إلى أسوأ نقطة يمكن أن يصل إليه. لعلنا رأينا يعني الفيديو المتعلق بالشجار الذي نشب في أحد محلات
في منطقة الحازمية في بيروت، وهي أرقى منطقة في بيروت، يعني دي منطقة الأغنياء. النزاع الذي جرى إلى حد الاشتباك باليد جرى حول كيس حليب، نزاع على كيس حليب جرى في محل هو فرع من سلسلة محلات عالمية موجود في منطقة الحازمية شرق بيروت. هذه اللقطة ببساطة، هذا الفيديو الذي روج على نطاق أو راجع على نطاق واسع لغرابته، مجسد لمحنة محنة لبنان الراهنة، يعني نزاع على كيس حليب، صدام على كيس حليب، صدام شبه دموي على كيس حليب. هل كان أحد يمكن أن يتصور أن يحدث ذلك في لبنان؟ طبعا قطعا لا. وحتى لو تصور المرء أنه يمكن أن يحدث في الضاحية الجنوبية أو في الجنوب أو في مناطق أخرى أو حتى في قلب بيروت في الحمراء وغيرها، لا يعني كان يمكن أن يكون مصدقا. لكن نشوب حرب حول كيس حليب على هذا النحو بتجسد مأساة التي عمق المأساة التي وصل إليها لبنان. في السياسة الطريق مسدود، المبادرة الفرنسية وصلت إلى طريق مسدود، لأنه الرئيس الحريري من شهور جرى تكليفه من مجلس النواب كرئيس للوزراء لم يستطع أن ينتقل رغم كل ما بذل من التكليف إلى التأليف حتى هذه اللحظة، لأنه في الجانب الآخر السيد ميشيل عون رئيس الجمهورية يشترط اشتراطات على مقاسه أو مقاس صهره الصغير جبران باسيل الذي يحلم بأن يخلف عمه في رئاسة الجمهورية. معروف أن رئاسة الجمهورية في لبنان طبقا لنظامها الطائفي محجوزة للطائفة المارونية، فيما رئاسة الوزراء للطائفة السنية، فيما رئاسة مجلس النواب للطائفة الشيعية. الوضع البليد هذا الذي لقى لبنان حاول اللبنانيين أن يثوروا ضده، النتيجة إلى الآن صفر، ولا زال لبنان على حالة الخزلان من كافة الأطراف التي يمكن أن تساعده، ربما باستثناء مصر التي تقدمت في الفترة الأخيرة لإقامة حلف عربي لإنقاذ تمام لبنان. شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل على وجودك النهاردة معنا في المواجهة. أشوفك في مواجهة جديدة، وبشكر حضراتكم على خير.